بسم الله الرحمن الرحيم. ده شوف مع بعض موضوع المتغيرات. المتغيرات يعني بحجز مكان في الذاكرة، والمكان دوت بحط فيه قيمة معينة بقدر استدعيها في أي وقت. يعني لو جيت هنا وقلت له إكس هتساوي 22، تمام؟ طيب إيه النتيجة من إكس بتساوي 22 ديت؟ ولا حاجة، أنا ما قلتلوش اطبع، قلتله بس تحجز لي مكان في الذاكرة اديه 22. لما أقول له شغل مش هيديني أي قيمة خالص، لأن ما قلتلوش حاجة خالص. بعد كده ممكن أقول له بقى برنت اكس بين علامتين كده، اقول له اكس، تمام؟ هو بيبدا يساعدني ويديني اختصارات ممكن اختار منها. طيب انا هعمل ايه؟ اول سطر مش هطبع حاجه، تاني سطر بقول له اكس اطبع اكس، فبيروح الاكس دي يا اكس انت كام، يا اكس في حد هنا اسمه اكس، في حد هنا اسمه اكس، بلاقي اكس بيساوي 22 فبيطبع لي 22. طيب لو جيت هنا بقى بعد كده وقلت له اطبع لي اكس بتساوي بالي اكس، بس هحطها بين علامات تنصيص. يعني ايه بين علامات تنصيص؟ يعني خد الكلمه دي زي ما هي اطبعها. فيعمل ايه؟ اول سطر مش هيعمل حاجه، تاني سطر الاكس بيساوي 22 ياخد 22 يحطها، تالت سطر او رابع سطر عشان هنسيب المسافه الاكس ديت هيلاقي بين علامات تنصيص فهياخدها يحطها هنا، هياخدها زي ما هي، تمام؟ كأن انا بقول له اطبع لي احمد، فهو ملوش دعوه، مش هيروح يسأل ايه احمد ده بيرجع لايه، رقم ايه، تمام؟ طيب ممكن اجي هنا عند الاكس ديت وبعد كده اعمل علامه كده واقول له طيب اكس. يعني ايه طيب اكس؟ يعني قول لي الاكس دي نوعها ايه، هل ده نص ولا رقم ولا ايه بالظبط، واقول له شغل، تمام؟ هيبدا يقول لي ده كلاس انتجر، انتجر يعني رقم، تمام؟ طيب لو قلت له خليها 22.5 واقول له شغل، هيقول لي فلوت، فلوت يعني رقم فيه كسور، تمام؟ طيب خلينا نعرف بقى متغير تاني، اقول له مثلا خلي في حاجه اسمها واي بتساوي وبين قوسين على اساس يعرف ان دي كلمه ما غيرش فيها احمد، تمام؟ اشغل، ما طبعليش احمد لان انا ما قلتلوش اطبع احمد، اقول له اطبع احمد برنت، تمام؟ وبين قوسين اقول له واي، تمام؟ واي هياخد الاحمد دي زي ما هي، تمام؟ طيب لو قلت له برنت وحطيت احمد بين علامات تنصيص، برنت احمد برنت واي، يبقى كده هيعمل ايه؟ هيطبع الواي. طيب انا ممكن اجي هنا بقى اقول له ان الواي ديت عرفها التايب بتاعها، عرفها لنا نوعها ايه، التايب واي، تمام؟ دي فكرة المتغيرات، ان انا بحجز مكان وبعد كده ببدأ اتعامل بالحاجة ديت، بحيث ان ممكن اخلي المستخدم هو اللي دخل لي احمد او دخل لي الاكس او دخل لي كذا، والرقم اللي هو دخله لي ابدأ اعمل عليه العمليات الحسابية او ابدأ اعمل سيرش عليه في قاعدة البيانات، او يعني هستفاد من المعلومة ديت.